أكدت خارجة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة الدفعة الأولى ريهام دياب على أن مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب مثمر. جاء ذلك في لقاء مع التلفزيون المصري على هامش إحدى الجلسات النقاشية في الحوار الوطني. إن النهارده أهمية اليوم تيجي من حرص القيادة السياسية على وضع التعليم على رأس الأولويات، لأنه مشروع القانون الخاص بالمجلس الأعلى، إنشاء المجلس الأعلى للتدريب والتعليم، بيؤكد على أهمية طرحه الأول للحوار الوطني، بحيث إن أنا يعني أحصل على توافق جميع الآراء معي. زي ما إحنا شايفين جوه الجلسة في اختلاف التوجهات، لكن كله عنده مصلحة واحدة، وهي الحرص على الخروج بأفضل شكل للمشروع القانون بما يحقق المصلحة العامة. وجود يعني أنا بعتبر أن وجود لأول مرة مجلس وطني أعلى للتعليم والتدريب في مصر، ده هيساعد بشكل كبير على رسم استراتيجية واضحة للتعليم بشكل عام في مصر. إحنا طول عمرنا بنعاني من فكرة الجزر المنعزلة، أو عندنا استراتيجيات مختلفة لجهات مختلفة، بس فكرة التكامل والترابط ما بينهم أعتقد أن هي اللي النهاردة جايين نأكد عليها. دي فكرة جيدة جدا، وأنا يعني بأثمن على فكرة طرحه للحوار الوطني، وفخورة أن أنا بشارك النهاردة في الحوار ده.